بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشباه. النهارده ان شاء الله هيكون عندنا حلقه مميزه. النهارده ان شاء الله عندنا احتفاليه بفريق 2006. احتفلنا قبل كده بفريق 2001 المتوج ببطوله دوري الجمهوريه. النهارده عندنا احتفاليه على قناه الاهلي ايضا مع فريق مميز جدا، فريق مليء بالمواهب، فريق 2006. ان شاء الله لما نستعرض في الاحتفاليه اهدافهم وابرز لقطاتهم هتقولوا فعلا عندنا فريق واعد صاعد. ان شاء الله يكون في لعيبه تمثل الفريق الاول قريب. بالمناسبه فريق 2006 فضلت المنافسه للحظات الاخيره مع فريق الانتاج الحربي، لكن يعني فريق النادي الاهلي في القرعه اللي اسفرت عن فوزه ببطوله الجمهوريه، النادي الاهلي توج ببطوله 2006. ما شاء الله، يعني الفتره دي النادي الاهلي بيعيش في افراح وفي انتصارات. يا رب يا رب يديمها دايما على النادي الاهلي وعلى جمهوره وعلى ادارته وعلى كل من يمثل النادي الاهلي، دايما نعيش في افراحه وفي انتصاراته. شفنا الجمعه السابقه النادي الاهلي وهو بطل السوبر الافريقي في مباراه كبيره جدا امام نهضه بركان المغربي، مباراه ما شاء الله لعيبه النادي الاهلي ظهر فيها معدن، لعيبه النادي الاهلي خاصه في الشوط الثاني اداء رائع، استحواذ، فرص، تسجيل الاهداف. شفنا محمد شريف وصلاح محسن واهداف رائعه ما شاء الله في الشوط الثاني، يعني لقطات حلوه جدا. لكن عايز افكر حضراتكم بالكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب في البرنامج الانتخابي وانا كنت حاضر، كانت وقتها الندوه دي كانت موجوده في النادي الاهلي بالجزيره، كانت النادي الاهلي الجزيره وكان الكابتن محمود الخطيب بالاعضاء وكان لسه التقدم والترشح لانتخابات النادي الاهلي. وعد وقتها الكابتن محمود الخطيب قالها احنا جايين علشان نشتغل وعلشان نرجع البطولات الافريقيه الغايبه عن النادي الاهلي. 7 سنين، تخيل 7 سنين لما النادي الاهلي بتغيب عنه البطولات الافريقيه والسوبر الافريقي. بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وقت طويل، لكن مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب اشتغلوا من بدايه اليوم الاول على هذا الانجاز. بداوا النهارده جهاز اجهزه فنيه محترمه، لعيبه على اعلى مستوى علشان نشوف دلوقتي النادي الاهلي هو بيتوج بالبطوله 7 في السوبر الافريقي. حلو قوي ان النادي الاهلي يتوج بالسوبر الافريقي، لكن الاحلى بقى اللقطه اللي هتفضل عالقه في اذهان الجماهير كلها في الوطن العربي، لقطه للتاريخ، لقطه للاخلاق، ان احنا نشوف كل لاعبي النادي الاهلي، وطبعا كان في المقدمه كابتن وليد سليمان وكل اللعيبه بعديهم، لقطه عفويه وكل اللعيبه النهارده بتهدي الميداليه الذهبيه لرئيسهم والدهم واخوهم الاكبر الكابتن محمود الخطيب. زي ما اقول لحضراتكم دي لقطه للتاريخ، لقطه تفضل في اذهان كل الجماهير في الوطن العربي. اللقطه دي ما جاتش من فراغ. بالمناسبه الكابتن محمود الخطيب دايما داعم ومساند لهذا الجيل، دايما بيكون حاضر معاهم في التدريبات، دايما بيساندهم وبيساندهم، خلي بالكم، وقت الشده اكتر من وقت الفرح. وقت الشده لما احنا شفنا كانت الهزيمه كبيره امام صن داونز في المباراه الاولى، والنهارده كان في انتقاد كبير للعيبه والكابتن محمود الخطيب كان معاهم وداعم ليهم وسند ليهم، وفي المباراه الثانيه سافر معاهم كان على راس البعثه وقدروا يحققوا الانجاز ويفوزوا بالبطوله 9، وايضا كان معاهم في بطوله السوبر الافريقي.